حبيبة لقلبي وقلوبنا كلنا، بعتبر النهاردة بجد انه جوي اووردز 2022 ليلة من ليالي العمر. الليلة دي هتحلو اكتر بوجوده معانا. رحبوا معايا باخويا وصديق عمري فنان العرب محمد عبده. Oh,
شكرا. اسمحوا لي احيي اكاديميه صناع الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، وكمان تسمحوا لي مره ثانيه اخذ مع حبايبي صوره تذكاريه، الاستاذ كاظم، الاستاذ هاني،